من تونس نسرين رمضاني مراسلتنا تنضم إلينا من تونس العاصمة. نسرين، كيف يمكن أن تجملي لنا هذا الموقف؟ لأنه ليس مرتبط بما جرى اليوم ولكن بسلسلة من الخطوات التي كانت متخذة من جانب السلطات التونسية قبل أشهر. نعم أحمد، هذا الموقف يأتي نظرا لعدد العدد الكبير للمهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على تونس في الفترة الأخيرة، وخاصة الوضع في ولاية صفاقس مثل ما ذكرت. هناك اليوم وخلال هذه الأيام كانت هناك بعض المناوشات بين عدد من سكان صفاقس وعدد من المهاجرين غير النظاميين. خلال هذه المناوشات قتل شاب تونسي يبلغ من العمر حوالي 41 عاما، وهذا ما زاد من حدة الوضع وصعد حالة العنف في هذه الولاية. قوات الأمن تسعى لإعادة السيطرة على الولاية، ويبدو أنها نجحت في هذا الأمر، وهناك يعني عودة لنوع من الهدوء، هدوء نسبي في ولاية صفاقس اليوم. ويعني كان هناك شهود عيان لاحظوا وجود أعداد كبيرة للمهاجرين، حوالي يعني 200 مهاجر غير نظامي متواجدون بشكل مكثف في محطة القطار بصفاقس، وكانت يعني بالحديث معهم، ويعني انتشرت عدد من الصور. ما المنفذ الأساسي الذي يعبر من خلاله المهاجرون غير النظاميين الأفارقة إلى صفاقس نسرين؟ هؤلاء أغلبهم قدموا من عبر الحدود البرية بين تونس والجزائر. أعدادهم في الفترة الأخيرة، الأعداد الكبيرة لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، أغلبهم أو فلنقل كلهم قدموا عبر الحدود البرية بين تونس والجزائر. وكنت أتحدث منذ قليل عن هؤلاء المهاجرين الذين تواجدوا في محطة القطار وفي عدد من محطات النقل، بين التي يعني هناك سيارات الأجرة التي تنقل المسافرين بين صفاقس وعدد من الولايات الأخرى وخاصة العاصمة. هؤلاء يريدون جميعهم التوجه إلى العاصمة التونسية للذهاب إلى سفارات بلدانهم هنا من أجل ترتيب ظروف السفر والعودة الطوعية إلى دولهم، وبعضهم يريد يعني تسوية وضعيتهم وملفاتهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل أن يحصلوا على حق اللجوء. نذكر هنا أن عدد المهاجرين غير النظاميين بحسب آخر الإحصائيات في شهر مارس الماضي كان هناك تقرير قدر أعدادهم في صفاقس بحوالي 21,000 مهاجر غير نظامي، لكن المتابعين للمشهد التونسي اليوم وخاصة الوضع في صفاقس يقولون أن هذا العدد تضاعف على الأقل 3 مرات في الفترة الأخيرة، وبعض المصادر تقدر أن يكون عدد المهاجرين غير النظاميين في صفاقس قد وصل إلى 60,000 مهاجر حاليا. لكن تبقى دائما هذه تقديرات أولية، ليس هناك أرقام رسمية مضبوطة حول عدد هؤلاء، وهذا ما يطرح تحدي أمني أمام السلطات التونسية، لأن وجود هذا العدد الكبير من المهاجرين غير النظاميين غير الواردين في السجلات الأمنية التونسية يضع تحدي كبير، لأن لا يمكن للسلطات التونسية أن تسمح بأن يكون هناك أشخاص هويتهم ومصدر كيف قدموا إلى تونس مجهول، وهذا تحدي أمني كبير أمام تونس. رئيس الجمهورية الرئيس التونسي نعم توقفنا عند بعض تصريحاته التي كان يقول فيها أنه لا يمكن القبول بأن تكون تونس أو أن تبقى نقطة عبور أو ممر للمهاجرين غير النظاميين، وهناك على ما يبدو أيضا دعم اقتصادي يمكن أن يقدم أوروبيا، كنا قد أشرنا إليه سابقا فيما يخص صد موجات الهجرة غير النظامية. نسرين رمضاني مراسلتنا من العاصمة التونسية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة.